قبيل انطلاق التوقيتات الدستورية يتسارع مكوك الحراك الانتخابي وما يتمخض عنه من قرارات كان آخرها ما أعلنته المحكمة الاتحادية العليا التي قررت عدم دستورية عبارتين في المادة السادسة والأربعين من قانون الانتخابات لمخالفتهما أحكام مواد في دستور الجمهورية لعام 2005 العبارتان اللتان تتحدثان عن أن يكون البديل للمرشح الفائز الذي لم يؤدي اليمين الدستورية في مدة أقصاها ثلاثة أشهر هو الخاسر الحاصل على أعلى الأصوات من قائمته في دائرة الانتخابية وعبارة المرشح الفردي العبارتان قلبتا المقاييس في حسابات ملء المقاعد الشاغرة بعد أن أصبح متاحا أمام الخاسرين الأعلى أصواتا أن يتنافسوا من عموم الدائرة الانتخابية وهو ما سيقلب بعض الموازين في البرلمان الخامس المرتقب من حيث بناء التحالفات السياسية والعبارة الجديدة في المادة أن يلزم المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية بتأدية اليمين الدستوري خلال مدة نقصها شهر من تاريخ جلسته الأولى وفي حال عدم تأدية اليمين من الفائز يكون البديل عنه أعلى الخاسرين في دائرته الانتخابية قرار المحكمة الاتحادية العليا هذا وفي حسابات ترقب اعلان النتائج النهائية سيجعل المنطقة الخضراء امام استقبال اسماء جدد وحراك عصير صعب للوصول الى تشكيل الحكومة الجديدة لكن الكتلة الاكبر والتي تعود لنصيب الطيار الصدري تبقى متصدرة في تحديد شكل ونوع الحكومة الجديدة في حال لم تتغير الحسابات المقاعدية بشكل اكثر اتساعا بما يغير هرم الكتل المتصدرة كل هذه التحليلات في غرف مراقبي العمليه الانتخابيه وما ينتج عنها تبقى مؤثره في حاله الترقب والفضول لمعرفه ما ستؤول اليه الايام المقبله